اشتهر أهل خراسان ومرو بالبخل. قال الجاحظ: قال أصحابنا يقول المروزي للزائر إذا أتاه وللجليس إذا طال جلوسه: تغديت اليوم؟ فإن قال نعم قال: لولا أنك تغديت لغديتك بغداء طيب، وإن قال لا قال: لو كنت تغديت لسقيتك 5 أقداح. فلا يصير في يده على الوجهين قليل ولا كثير. وقال ثمامة: لم أر الديك في بلدة قط إلا وهو لاقط يأخذ الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة إلا ديكة مرو، فإني رأيت ديكة مرو تسلب الدجاجة ما في مناقيرها من الحب، فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جوهر الماء، ومن ثم عم جميع حيوانهم.